عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عبد الله؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أنا أطلب بس من حضرتك طلب بسيط، الله يبارك في عمرك. اتفضل، تحت أمرك. أنا عايز أدعي الوليد المريض، عايز أدعي له دعوة كويسة بعد إذن حضرتك. الله يرحمه رحمة واسعة، والحقها بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. جزاك الله خير. ويفسح لها في قبرها ونور لها فيه، هي وأمتنا وأمات المسلمين يا رب. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. محمود رشاد، بارك الله فيكم وحفظك الله يا عبد الله الديب الحلواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يسلمك، بارك الله فيكم. الصفا بكر، تفضل تفضل. صلاة الاستخارة يا شيخ مصطفى، أصليها كم مرة؟ مرة تكفي ولا لازم كذا مرة؟ والله إذا كررتها فهو خير، فالدعاء يستحب تكريره. وقد قال ابن الزبير رضي الله عنه لما أراد هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم: وإني مستخير ربي ثلاثا. فالاستخارة إنما هي دعاء، ويستحب تكرير الدعاء، وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. وفقك الله، وفقك الله يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. فضيلة الشيخ لو سمحت عايزة أسألك سؤال. أنا بفضل الله بصلي كل الصلوات الأربعة في توقيتاتهم بالظبط، يعني قبل ما الإمام يخلص في المسجد ببقى أنا بفضل الله بصلي، لكن صلاة العشاء أنا بأخرها متعمدة علشان أصلي قيام الليل، يعني أقصى ساعة واحدة 12 واحدة. لا تفعلي. لا أفعل؟ نعم، لا تفعل. عندي سؤال تاني عبد الرحمن. لحظة بس، الأسلاك سقط مننا. أيوة يا أختي، لا تفعلي، لأن وقت العشاء منازع في نهايته. فمن العلماء من ها؟ أصلي بأول الوقت. أي نعم. عندي سؤال تاني يا شيخ لو سمحت. تفضلي. لو سمحت، امتى يا شيخ الانسان يعرف اذا كان الفكره اللي بيفكر فيها او المشروع اللي يعني ناوي يعمله رغم ان هو انسان ملتزم، يعرف ان ده من الله سبحانه وتعالى مش وسوسه الشيطان، وممكن يتخلى عنه يكتشف ان كانت الفكره خطا جدا، ولو انه لو كان عملها لا والله غلط. ما في عندنا شيء الا انه اولا يعرض هذه الفكره، يعرض هذه الفكره على الكتاب والسنه. يعني اذا كان عادي بالله، يا حلال ما فيش مشكله، حلال مشكله خلاص، ما يتوكل يعني على الله. يعني ازاي يعرف ان ده من الشيطان او وسوسه نفس؟ ما نستطيع. الله سبحانه وتعالى يعني منحه الفكره دي فقط. ما نستطيع ان نقول شيئا من ذلك الا بحسب هذه الفكره. اي الفكره في ايه؟ اذا كانت يعمل يعني مشروع مثلا، يفتح محل. ده ما يسال له التوفيق بس. الله يكرمك. جزاك الله خير. ياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الشيخ مصطفى، أخبار حضرتك إيه؟ اتفضل، الله يسلمك، خير. يا رب يبارك في عمرك. وياك. كنت بستفتي حضرتك في أمر. أنا شغال في المقاولات العمومية، وأخذت فترة لا يقل عن 9 شهور بعد فتوى ما استفتيت في الحرم موقف أخذ العمل من خلال دفع مبلغ مالي مقابل إنه يتم إسناد الأعمال إلى شركتنا يعني. فكان أفتاني في الحرم إنه يعني ابحث عن عمل آخر يكون يعني أفضل من هذا يعني. فكنت ببحث الفترة اللي فاتت لا يقل عن 9 شهور تقريبا عن يعني أي جهة آخذ منها الأعمال، سواء من المناقصات أو المزايدات العمومية بتاعت الدولة، ولم أوفق يعني خلال الفترة دي كلها. وتقريبا نظام الدولة دلوقتي ماشي بإنك هتاخد مقابل إنك هتدفع. أعتذر عن الإجابة. أنت تريد أن يرسو عليك العطاء. لا يرسو، يتم إسناد الأعمال. أي، ما هو رسو العطاء إسناد الأعمال هي واحد يعني، مادة واحد. فأنت تريد أن يسند إليك العمل لشركتك حتى تشتغل، فتدفع ذلك مقابل ذلك أموالا حتى يرسو عليك العمل. هذه الشركات دولة ولا أفراد؟ دولة. لا أستطيع أن أفتيك. جزاكم الله خير. امرأة أحرمت بالعمرة وحاضت قبل الطواف، ماذا تفعل؟ تفعل كل ما يفعله المعتمر إلا الطواف، إذا طهرت تطوف. يمكنها أن تفعل السعي ويمكنها أن تؤجل السعي إلى بعد الطواف كذلك، الأمر فيه سعة، ولكن تبقى محرمة يا هيثم، حيث لا يقربها زوجها. بارك الله فيك. الأخ حمدي خريبة وفقه الله لكل خير. بارك الله فيك يا أبا سمير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. نعم، سجل مكالمة، خلص بسرعة. شيخ الفاضل. نعم. حضرتك أنا بركب القطر، تمام؟ إيه. فالقطر ما بقطعش التذكرة. فأعتمد على الكمساري الذي يمر في القطار عن هو يأتي أو ما يأتيش. فهل علي أموال للسكة الحديد؟ طبعا عليك أموال للسكة الحديد. طب كيف أسددها؟ اشتري تذاكر وقطعها. هذا هو الحل يعني. أنت يعني لازم ننفع الشركة التي أكلنا أموالها بالباطل. جزاك الله كل خير ونفع بك. وإياكم. اللهم صل على رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخنا ليا سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضلي. أول سؤال حضرتك، دلوقتي البلوغ للبنات الصغيرين بقى منتشر جدا في مصر، إن البنات بتبلغ مثلا عن سن 9 سنوات وممكن قبل كده أو بعد كده بحاجة بسيطة، إن هم بيكون سنهم تقريبا مثلا في ثالثة ابتدائي في رابعة ابتدائي. هذا نادر يا أختي، نادر، لا تعممي. لا مش والله يا شايف، أنا يعني حواليا أصدقائي كتير بناتهم ما بين 9.5 وقبل 10 سنين. المهم السؤال، إذا بلغت كلفت. ما هو السؤال، هو بينزل عليها دم الحيض وبيقعد غير منتظم لمدة مثلا 6 شهور أو 8 شهور. هل تأكدتم من الطبيبات أن هذا دم حيض؟ تأكدت. خلاص. هل تعتبر مكلفة؟ طبعا، إذا تأكدنا أنه دم حيض فالبنت تبدأ تكلف من نزول الحيض عليها. طيب تمام. طيب بالنسبة بقى للملابس، يعني هو من السن ده طبعا بنبتدي احنا بنبقى مأهلينهم من قبل كده ان هم يلبسوا الزي يبقى محتشم وفي وقار وكده، لكن بالنسبة لللبس هل بالنسبة لسنهم ممكن يكون مثلا جيبة بنطلون واسعة عليها تيشيرت طويل، تلبس اشارب لازم يبقى خمار ساتر، رغم ان هم ما بيكونش عليهم لسه اي مظاهر بلوغ جسدية؟ انتهى يعني الكلام يا اختي الكريمة. يا اختي الكريمة الله يحفظك، كلام مختصر، تكليف البنت يبدأ من الحيض وانتهى الأمر. تمام. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الإمام الحافظ بن سعد العدوي. الله يغفر لنا ولك، تفضل. لو سمحت مولانا،
صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يركض وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. أما 3 مرات ففيها نظر، لكن ورد أن من ذكر النوم ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ووضع اليد تحت الخد تحتاج إلى مراجعة. نعم، حديث آخر لو سمحت. تفضل. عن سعيد قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء سالك الحب والنوع ومنزل التوراة والإنجيل والبرقان. عند النوم لا أحفظه عند النوم، هذا موقوف على كلامك أنت الآن، موقوف ليس من كلام الرسول إلا إذا أتممت. في صحيح مسلم. أي، ما هو أبو صالح الذي يقول لأبنائه، هل رفع أبو صالح ذلك إلى صحابي ثم إلى رسول الله ولا لا؟ تروا الكلام مختصر. نعم، في نهاية الحديث يقول: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة. وأبو هريرة يروى عن رسول الله ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تأكد. نعم، كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تقرأ لي المتن كامل والسند كامل معذرة؟ والمتن الذي يحضرنا الآن أولا. لا، مش يحضرك الآن، أنا لا أعتمد على حفظك. اذكر بس المتن والسند وإن شاء الله نتكلم فيه. سامع. آخر لو سمحت. تفضل. آية والذين يكنزون الذهب والفضة، هل هي منسوخة أم محكمة؟ لا مش منسوخة، هذا كان معاوية رضي الله عنه كان يقول خاصة بالكتاب واعترض عليه العلماء، ولكن كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وإن كان وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. نعم. آخر شيء لو سمحت. تفضل. حكم تمييز الإمام بسجادة للصلاة، هل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر سهل، قد يستنبط ذلك من قول النبي عليه السلام: ناولين الخمرة، الخمرة زي السجادة، ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، كان في خمرة يصلى عليها، قد يستأنس، لكن لا تتنطع في مثل هذه المسائل. نعم، بارك الله فيك. الله يكرمك، حفظك الله يا مصطفى بن عبد الصادق. هل الصادق من أسماء الله الحسنى؟ لا أعلم في ذلك إلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وإنا لصادقون ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الفاضل. تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لو تكرمت، رجل عجوز عنده أبناء ذكور وإناث. الأولى أن تقول رجل شيخ كبير، قالت يا ولك ألد كبير. أي العجوز على المرأة في الغالب وإن كان هناك وجه. بارك الله فيك شيخ الفاضل. وإياكم. وله أبناء ذكور وإناث تمام، وقام وقف الركعة الثالثة على طول. طيب وبعد؟ فلما الناس وراه قالوا سبحان الله، رجع تاني للتشهد. أخطأ لكن الصلاة صحيحة. يعني حتى لو قام وقف وشرع في الركعة الثالثة؟ أخطأ، هو السنة لا يرجع لكن أخطأ والصلاة صحيحة. طيب هل التنبيه الإمام في الصلاة لو أنا وراه ومأموم ينفع أنبهه بالكلام؟ على الأرجح لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب أنا عن نفسي أنا نويت مفارقة الإمام لما حصل كده، لأنه خرج من الصلاة، نويت مفارقة الإمام وكملت منفرد، أنا كده اتصرفت صح ولا إيه اللي حصل ولا؟ كيف الإمام خرج من الصلاة يعني؟ يعني هو لما رجع للتشهد تاني. أنت ظننت صلاته بطلت. أنت هو لما رجع للتشهد تاني كده صلاته بطلت؟ لا ما بطلت، أخطأ لكن ما بطلت الصلاة. هو خرج من الصلاة وقال الصلاة بطلت وبالتالي أنا كملت الصلاة منفردة، نويت. لا لا لا، هو أخطأ، هو أخطأ إذا ظن أن الصلاة بطلت أخطأ. تمام، ماشي يا عم الشيخ. الله يسلمك. السلام.
صلح يا عبد الرحمن البث. الإخوة المتابعون والأخوات حفظكم الله جميعا وحفظكم، أفيدونا هل البث منضبط أم لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صفا. نعم يا هلا، مع حضرتك صلاح العدوي من محافظة قنا. مرحبا يا صلاح، أهلا وسهلا. الله يبارك في حضرتك. لدي بعض الأسئلة كده سريعا. سمعت حضرتك في إحدى الفتاوى قال لك، سألك سائل عن صلاة القيام، لو جاء الإمام وقام للركعة الثالثة في ركعتين من صلاة القيام أو التراويح يعني، فقلت حضرتك لا بأس أن يكمل أربعة. أنا قلت هكذا؟ لعلي سمعت هكذا. والله أنا لا أدري يعني، لا أدري قلت ذلك أم لا. يعني سألك السائل، لو قام للركعة الثالثة واختار الإمام أن يكمل أربعة، فلعلك قلت لا بأس. لا، في فارق. نعم. يعني بين الإمام والمأموم، يعني هل أنت تقصد هو في إمام؟ إمام يصلي بالناس، فقال له الناس سبحان الله من قبيل التذكير، فاستطرد مستكملا ثالثة فرابعة. يتابعوه. طيب أيه. فماذا هنا في النية يعني؟ ما هو حولوا نيتهم لنية الإمام، مثلا أكثر الأئمة اللي يفعلون كذا في الحرم الآن، نحن ندخل وراءهم على أنهم سيصلون ركعتين. نعم. فإذا بهم يأتون بالثالثة، وهذا خطأ منهم في الحقيقة. نعم. يعني يفترض أن هؤلاء الأئمة ينبهوا الناس. نعم. حتى تتحد النوايا. وأنا أناشد أئمة الحرم أن يراجعوا هذه المسألة ولا يجعلوا الناس في ارتباك. نعم. يعني ليس كل الناس على الفقه الحنبلي. نعم. فينظروا إذا كانوا سيصلون ركعتين هم على ما عليه الناس، إذا كانوا سيحولون ينبهوا سنصلي ثلاثا حتى تتحد النوايا، ولا يقعون لا يقعون الناس في إرباك. نعم، هم لهم أجر فقهي، لكن الأفضل هو هذا التنبيه، والله أعلم. نعم. سؤال آخر بارك الله لك فيك. حضرتك، من يغسل ميتا أو يحضر الغسل، هل له أن يغتسل قبل أن يصلي؟ مش هل له، أما له عايز يريد أن يغتسل، لكن تقصد هل يجب عليه يلزمه الاغتسال؟ لا، حديث من غسل ميتا فليغتسل ضعيف. نعم. نعم والله يا شيخ أجمع لك في الأسئلة، فإذا ما يعني حادثتك وكلمتك تطايرت من ذهني. غفر الله لي ولك، ادعو لنا بالخير. الله يبارك فيك وأنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا العزيز؟ الحمد لله. الحمد لله. شيخنا أخوك يتصل فيك في كردستان العراق. يا مرحبا يا أخي كردستان، الله يحفظكم وبارك فيك، تفضل. آمين وياك. يا شيخ، عندك كتاب ألفته من قديم، كيف المصطلح الحديث عن طريقة سؤال وجواب. نعم، هذا قديم من 40 سنة. نعم وأنا قرأته ونفعت به، وأريد أن أترجمه إلى لغة الكردية، وأريد موافقتك على ذلك. ما عندي مانع ما دمت ستنفع الناس، أنا ما عندي مانع أنك تنفع الناس. بارك الله فيك، لكي يستفاد بطلاب علم عندنا. أي بس أنا إن شاء الله خلال أيام أنزل له طبعة جديدة، لأنه كما أخبرتك منذ 40 عاما، فأحتاج أضيف إليه بعض الإضافات وأحذف منه بعض الأشياء، فلو تمهلت وأرسل لك النسخة إن شاء الله قريبا إن شاء الله، منقحة إن شاء الله. يا الله بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، كنت عايزة استفسر من حضرتك على شكرا أمر. تاج الوقار، تفضلي يا أختي. أنا متقدم لي شخص هو عنده 42 سنة وأنا عندي 22، هو دين وعلى خلق وكل حاجة،
وهو كان متزوج قبل كده مرة وطلق، يعني حصل طلاق ما بينهم بعد أسبوعين من الزواج. فأنا وافقت إن احنا يعني اللي هو نقعد الرؤية الشرعية ونتكلم وكده. قال لي الأسباب بتاعة الطلاق، بس أنا يعني حسيتها الأسباب أنا ما كانتش أقنعاني، أو حسيت إن أنا مش مرتاحة برضو للأمر. فهل أنا خايفة لأكون مثلا لو رفضته أبقى ظلمته، أو لا لا، كونك ترفضيه لا ليس معناه انك ظلمتيه. وحديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير لا يصح. فانت مخيرة، ليس معنى ان واحدة تقدم لها خاطب انها ترفض ورفضته انها ظلمته، لا، ما في اي نوع من انواع الظلم. انت لازم تكون حب الشخص الذي تتزوجينه وراضية به وقانعة به. كون واحد قدم لوحده ولم تقبله خلاص من حقك. احنا يعني قلنا له مرة ان احنا مش موافقين، قال احنا عاوزين نتكلم، يعني لو هنحاول نفتح الحوار تاني اكتر من مرة، ومامته اذا كنت بنت جميلة ودينة ومن اسرة طيبة فاختاري كفءا لك، اختاري كفءا لك من عدة نواحي، الا اذا كان فز في باب من الابواب، مثلا دين جدا، ساري جدا، مش عارف، خلوق جدا، اذا كانت في مثلا اشياء تحملنا على كسر مساله التكافؤ في السن، ففي مساله اخرى مثلا تعوض هذا الفارق وتعوض كونه مطلق، هي خلاص نقبل. لكن لو لم تكن هناك المناقب العاليه في الشخص المطلق والذي فارق السن كبير، والبنت كانت جميلة وأهلها طيب، وانت اختار كفءا. وليس معنى أن فتاة رفضت شخصا، ليس معنى أن فتاة رفضت شخصا أنها ظلمته أبدا، هذا من حقك. إذا كانت حتى بشيء بشيء يذكر، عندنا من الفضليات امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنها، جاءت إلى رسول الله وزوجها دين ومبشر بالجنة في حديث مستقل، قالت لرسول الله: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، يعني أن لا أعيب ثابت لا في خلق ولا دين، وهي زوجته، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني لا أستطيع أن أؤدي حقه مثلا كان دميما، ولا تستطيع أن تؤدي له الحق، حق الزوجة على زوجته. فقال النبي: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، أو أقبل الحديقة أمره ففارقها. وشيء آخر في هذا الصدد، يعني إلا البكاء والحزن سواء من الخاطب أو من أمه لا يؤثر بشيء في هذا الباب. المهم المرأة تنظر من النفع لها في دينها ودنياها. كانت هناك امرأة يقال لها بريرة، كانت أما من الإماء، ومتزوجة عبدا يقال له مغيث، فأعتقت بريرة، كتبت عن نفسها وأعتقت، يعني اتفقت مع أسيادها على أن تكاتب تعطيهم مبلغ وتنفك من الرق. فأعتقت بريرة، والسنة في المعتقة أن تخير هل تبقى مع زوجها أو لا تبقى. فاختارت الفراق، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يطوف خلفها في الأسواق يبكي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس، ورأى مغيث يبكي خلف بريرة: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله، لو شفعت. فتدخل النبي بالشفاعة عند بريرة، قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ أنت تأمرني أمرا ألتزم بالأمر، تأمرني؟ قال: بل أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. ففي بعض الناس يروح لوحدة ويقول لها: حرام عليك إذا رفضتيني، ده أنا بموت فيك، ده أنا مش عارف، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
لا ليس الحديث مضطرب، وثانيا ليست المرأة بملزمة في شيء اسمه التكافؤ، شيء اسمه التكافؤ. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. نعم. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك سيدنا. الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، حضرتك تنصح ب محمد مصطفى من؟ أبو بسطام. أبو بسطام؟ نعم. من أي البلاد؟ من الهرم. والله لا أذكره. ما ربنا يرفع قدرك. الله يبارك فيك. طيب سيدنا، بعد إذن حضرتك، القراءة وراء الإمام في الصلاة الجهرية. ها؟ القراءة وراء الإمام في الصلاة الجهرية. أيوة. وراء الفاتحة. أيوة. أقرأ الفاتحة ولا لا أقرأ لقول الله عز وجل؟ فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. رأي الجمهور أنك تسكت للآيات المذكورة، وأضاف بعضهم استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن حديث طرقه ضعيفة، لكن استدلوا به، والآية عندهم أقوى في الاستدلال، وحملوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المنفرد أو الإمام، على المنفرد أو الإمام، فهذا رأي الجمهور. أما حديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فحديث ضعيف، الزيادة هذه ضعيفة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، والله أعلم. جزاك الله خير سيدنا. أخ أحمد بن الربيع والله ما أعرفه، ما نفكر أبدا، فيعني ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين يا أحمد. قل السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الله، ازي حضرتك؟ اتفضل، الله يسلمك. معلش، الايه اللي هي بتقول في سوره الانعام: بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، وهم ينهون عن وينأون عن. نعم، اشرح. الله يبارك. وهم ينهون عنه وينأون عنه، فيها اكثر من قول للعلماء. الاولى القول الاول وهم يعني اهل الكفر ينهون عن اتباع القرآن ويبتعدونهم عنه، هم لا يقبلون ويصرفون الناس عنه، هذا أولا. ثانيا قول آخر أنها في أبي طالب، أبي طالب ينهى الناس عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينأى عن الإيمان، يعني ينهى الناس عن إلحاق الأذى بالرسول وفي الوقت نفسه يبتعد عن الإيمان. فكلمة ينهون عنه قولان، أحدهم من المراد ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم ينهون الناس وهم أنفسهم يبتعدون، يعني لا يؤمنون ولا يريدون من أحد أن يؤمن، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والقول الثاني وهم ينهون عنه وينأون عنه أنه في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب النزول ضعيف لكن هو التفسير، ينهى الناس عن إلحاق الأذى بالرسول وينهى عن الإيمان وينأى يبتعد عن الإيمان برسول الله، والله أعلم. معزرة يا عبد الرحمن، السلك وقع معنا. معذرة الإخوة الآلية بس عندنا. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت فطرت رمضان بسبب الحمل، هل أقضي بس ولا إطعام وأطعم كمان ولا واحدة تكفي؟ فطرت رمضان بسبب الحمل، يكفي القضاء. القضاء بس لوحده؟ يكفي القضاء. طيب. نعم. طيب الحلف يعني لما باجي اخد حاجه من حد واحلف عليه وهو اللي يحلف عليا فهو كلامه بيمشي كده، انا المفروض اطلع كفاره يمين؟ يعني عفوا مثلي، يعني اختي مثلا تيجي تعزم عليا تدفع لي حاجه اقول لها لا انا اللي هدفع حاجه، يعني
تكون بيننا وبين بعض. لازم تبيني مثلا على اساس اشوف اذا حلفت على شيء في مقدورك وخالفتيه عليك الكفاره. طيب كفاره مال من مالي؟ كفاره من مالك او من غيرك واحده؟ يعني من مال زوجي يعني ممكن يقضي ولا مالي الخاص؟ انا ما عنديش مال، عندي ذهب فابيعه واطلع الكفاره منه ولا اخد من زوجي واطلع؟ هل زوجك موافق يدفع الكفاره؟ اه موافق. خلاص مش مشكله. طيب شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. شيخنا جالي شقه في الاسكان. هم حولوني للبنك. فاكمل ولا ما اكملش؟ لو باختيارك ابتعد، لو مضطر لك حكم اخر. لا هو باختياري انا بتكلم عن المساله الشرعيه. ابتعد فيها ربا. طيب جزاكم الله خيرا. طب معلش اسفين قطع الخط، عفوا. محمد بارك الله فيك يا مصطفى ابن طه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك جزاك الله عنا خيرا يا رب. وياكم. تفضلي. عندي سؤال لحضرتك. انا فرحي اخر السنه باذن الله، بس والدي ما مش راضي ان نعمل الفرح اسلامي، عايزه فرح يعني يكون فيه موسيقى وكده. من هو الخاطب؟ لا والدي. لا تطيعيه في المعصيه. ما انا مش عارفه اقنعه ازاي، اللي هو يعني ده ما ينفعش، ده انا اصلا من بدايه التزامي وانا بتحارب حتى من جوه بيتنا، اللي هو لا ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. يعني ماذا يعني عفوا ماذا يريد ان يفعل هو؟ عايز اللي هو يفرح بموسيقى واختلاط لا تفعلي، لا توافقي باي حال من الاحوال. انا برفض والله. لا تبدأي حياتك الزوجيه بمعصيه لله. ده اللي انا بحاول اقنع بيه والدي، بس مش عارفه. اذا الله ربنا يهديه. بينتهي النقاش بتاعنا ان هو لا يعني خلصنا وقت الكلام، ما هو مفيش كلام، ملوش لازمه الكلام الان. لا توافقيه ابدا. السلام عليكم. مرحبا يا اخ مسعد منصور والشيخ ايهاب عقلي، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. مصطفى. الله يسلمك. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. الله يسلمك. حضرتك دلوقتي يا شيخ مصطفى، انا مدرب خاص، تمام؟ مدرب؟ مدرس خاص. ايوه. مدرس خاص. ففي بعض الطلبه اللي بتيجي عندي القدرات العقليه بتاعتهم تمام مش متماشيه مع صعوبه المناهج، فانا مهما بشرح مره واثنين وثلاثه واربعه وباكثر من طريقه هم برضه بالنسبه لهم مش فاهمين المعلومه. اخبر اهلهم بذلك، ان وافقوا خلاص، ما وافقوا ياخذوا. بس يا شيخ بالنسبه للفلوس اللي انا باخدها منهم، ما تسمع الكلام، اسمع الكلام بس، اسمع الكلام. اخبر اهلهم بذلك، قل ابنكم تحصيله ضعيف. خدت الشهر الاول، انتم يا جماعه ابنكم تحصيله ضعيف، مش ماشي معايا. استمر معي ساخذ المال، ما استمر خذوا ابنكم بس. لو ما شيخ ما رفضوا خليه يروح مع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع الشيخ، انا زوجي مسافر في مكه وعايزه اسال حضرتك تسالي بعد اذن حضرتك. اتفضلي. السؤال الاول، هو مسافر من يوم 18 رمضان ولم يقم باداء العمره بعد رمضان، ويريد ان يحج مفرد، وهيحرم من داخل العرفه، يعمل ايه؟ السؤال الثاني، خلاص ما فيش مشكله، خلاص ما فيش مشكله، ما يعملش حاجه، يحرم من داخل العرفه. يحرم من داخل العرفه؟ ماشي. تمام. السؤال الثاني، نعم. هل الصلاه جماعه في اي مسجد بمكه اجرها 100,000 صلاه؟ نعم، هذا راي الجمهور. ولا في الحرم بس؟ راي الجمهور ان مكه كلها حرم. كلها حرم. طب طلب بس هديا بالغ الكعبه، يعني بالغ ايه؟ لا مش عارف. هديا بالغ الكعبه، هل الهدي
يوصل للكعبة ولا معنى يوصل الحرم؟ لا هل الخروف يوصل عند الكعبة ولا هدي بلغ الكعبة وصل الحرم؟ الحرم كله. ماشي تفضلي سؤالك. الطلب الثاني معلش، انا بنتي تحفظ القرآن الحمد لله وتسأل والدها أسئلة كتير عن تفسير في القرآن. والدها على قد ما بيقدر بيقول لها اللي بيعرف. فانا عايزه كتاب اسم كتاب من حضرتك لتفسير القرآن. انتم قريبين من المنصورة؟ احنا في طيبة. طيبة تبع الدقهلية نبرود تقريبا. طيب ارسل احد من الناس اخ لك او اي واحد من نبرون اللي بجنة جهز لها مجموعة هدايا ان شاء الله بإذن الله. بإذنك يا رب. شكرا. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم الحمد لله تفضل. الحمد لله. والله العظيم يا شيخ انا كده كنت عايز اسالك في مساله كده. حديث نزل النهارده يعني سمعت عن الشاب الذي قتل العباك الاسرائيليين. ها ماله؟ دلوقتي هم كانوا منزلين حديث بيستدلوا بايه؟ بيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل من معلش دقيقه كده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من قتل معاهدا لم يرح مش هشوف ريحة الجنة. هل هذا صحيح يطبق على العباك الإسرائيليين؟ يعني انت تعرف القائل والله. اسمع الكلام بس يعني اسمعني. كما القائل يقول قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. فأحيانا نقول ما حملك على ما صنعت؟ يسأل القاتل ما حملك على ما صنعت يا قاتل؟ وسيجيب ربه ما الذي حملك على هذا الصنيع؟ يجيب ربه سبحانه. أما أن تجزم له الآن بشيء جنة أو نار خلاص أفضى إلى ما قدم. وكما أخبرتك اليهود كل يوم دك في المسلمين وتدمير بالصواريخ يوميا على غزة كما لا يخفى عليك، دمار شامل وإهانة للمسجد الأقصى. فأنت يقول القائل كان موفق ويقول بيت الشعر هذا قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. يعني هذا سيسأل أمام الله وهو يجيب ربه. اتفضل. سل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله رايح الحج السنة دي بإذن الله. بعد الحج ان شاء الله هروح المدينة ان شاء الله وارجع تاني لمكة. ممكن تأتي بعمرة وانت قادم؟ نعم انت ممكن تأتي بعمرة وانت قادم. انا هدخل قبل عرفة بيومين فمش هلحق اروح المدينة. فانا بعد الحج عايز اروح المدينه وارجع مكه تاني. طيب المشكله وقت وداع ولا اخليه بقى وانا لا 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 قبل ما تروح المدينه تطوف طواف الوداع. لو رجعت مكه تاني ما خلاص ما فيش معلش طواف لا ما عليكش وداع تاني. ينفع اعمل عمره؟ قلت لك لا باس. انت قادم من المدينه مره ثانيه بعد الحج ينفع تعمل عمره؟ يعني ممكن احرم من الميقات بتاع المدينه وانا راجع واعمل عمره جديده؟ نعم ممكن. لا تقبل. جزاكم الله خيرا مولانا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ. اتفضل الله يزيدك من فضله. يكرمك. لو سمحت، امراه عملت عمره اعتمرت ونسيت انها تكس شعرها غير بعد فترة يعني ممكن اسبوعين او ثلاثة او لا شيء عليها. لا شيء عليها. نعم. علاش اي صيام ولا كفارة؟ نعم. اي شيء ولا شيء. نعم نعم الله يسلمك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. اتفضل. صلاح العدوي كنت معك من لحظات. اتفضل يا صلاح. تذكرت سؤالا. حضرتك كان افتيت من قبل في ما يقال لك اقامه السرادق في واجبات العزاء.
ايوه واحضار من يقرا القران في هذه نعم الصرادقات، فقلت لا باس ايضا. ايوه وانت انت معترض؟ والله يا شيخ انا لي بس يعني ايه ربما يعني يفوتك بعض المظاهر في بعض المناطق. لا بس لا انا اسال اجمالا، انا اسالك سؤالا الان. نعم يا صلاح. نعم مات لك ميت، الله يمد في عمرنا وعمرك في طاعة الله وفي عمر ذوينا وذويك والأخوة. آمين الأخوة. يا رب. جاءك الناس يعزون من بلاد شتى. نعم. هل في حرج أن تضع لهم كراسي يجلسوا عليها؟ لا. أنت من قنا صح؟ نعم. واحد نعم. جالك من أسيوط يعزيك مجموعة وضعت لهم كراسي يجلسون عليها، عليك حرج؟ لا بالطبع. طيب الدنيا حارية وبيتك لا يسمع، جعلت لهم شيء يتظللون به، حرام؟ بالطبع لا، هذا واجب كرم الضيافة. جبت لهم شاي قهوة للمشوار البعيد، فيها مشكلة؟ لا بالطبع. وجدت الناس في لغو، شغلت مسجل في قرآن لإنزال السكينة، فيها مشكلة؟ لا. خلص هذا بس اللي قلنا كذا، وهذا كلام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه الاختيارات الفقهية. نعم. وهذا الواقع الذي نعاني منه الآن، يعني مات لي ميت ماذا أصنع؟ الحديث الذي عول عليه الكثيرون في المنع حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام نعم. لأهل الميت من النياحة، حديث معلول واستنكره الأئمة الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم. جميل. سبب الاستنكار إن كنت تفهم في الأسانيد أنهم مروين من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حزم عن جرير. هشيم مدلس أسقط رجلا يقال له المدائني وهو مجهول، اختلف هل أسقطه أسقط شريك، شريك والمدائني ضعيفان. الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه قال إنه له متابع عند الإمام أحمد. من متابع عند الإمام أحمد يا شيخ ناصر رحمك الله؟ قال نصر بن باب. نصر بن باب ضعيف جدا واتهم بالكذب، وهذا من الأشياء القليلة التي أخذت على المسند روايته لنصر بن باب. هذا الموضوع باختصار. وأقول لك مؤكدا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري ومسلم أيضا في لكن في باب غير باب الجنائز باب السلام تقريبا، كان إذا مات لها الميت وأتتها النسوة يعزونها، اجتمعت لها النسوة ثم انصرفنا وبقيت خاصتها، أمرت بالتلبينة تصنع لهم، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. فالنسوة كان يأتون العزين النساء. الناس يقولون لن لا عزاء للسيدات، كلام غلط. من النساء نساء بنا أدنى يحتاجن للمواساة. واحدة مات أبوها، مات أخوها، مات زوجها، كيف لا تعزى؟ النساء يأتون يعزونها، ما المانع؟ نعم نعم. والتعزية مشروعة بالإجماع. هذا نعم. الذي كذا، لكن إن كان يعمل الصرادق ويأخذ أموال اليتامى ويتباهون في المطعم والمشرب والفخفخة على حساب أموال اليتامى ظلما، لا يجوز هذا. نعم. واضح الكلام؟ نعم. هذا ما أردته شيخنا، يعني التفرقة بين هذا وذا. كل ما يعني كل بلدة لها ملابساتها الخاصة وكل حالة لها ملابساتها الخاصة. نعم، كل ما ذكرته شيخنا شيء جميل جدا، لكن حين يأتي القارئ لايف يعني مش تسجيله كده ولا يسمع له، يعني ايه الناس لا تكف. اذا كان في لغو يا جماعة ما ينفعش اللغو بس كده، لكن هل ايه الفارق عندك بين مسجل وقارئ؟ القارئ اولا التكاليف الباهظة، التكاليف الباهظة، واحد سري لا تؤثر فيه التكاليف، يختلف عن واحد فقير. اذا انا كنت فقير مش هجيب قارئ اشغل مسجل. طب وما ما مردود القارئ يعني؟ ما انزل السكينة على الناس وهو لا يسمع في الواقع يعني. اذا كان لا يسمع خلاص ما تجيبوش يا اخي الكريم، ما تجيبوش، لا تأتي به اذا كان لا يسمع. والاسم على من لم ينصت، حتى لا اسمع على من لم ينصت في هذا المقام، لأن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا على رأي الجمهور في قرآن الصلاة. نعم. الله يكرمك، شكرا يا صلاح، بارك الله. نراك بمناسبة أسعد. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز أقول لحضرتك كلمتين بس، الله يبارك. اتفضل، ما اسمك؟ ارفع صوتك.
السيد الخباز. السيد الخباز، تفضل يا سيد يا خباز. بقول لحضرتك الحديث بيقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل، ان الله قد احب فلانا فاحبه. نعم. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: ان الله قد احب فلانا فاحبه يعني. نعم. فيحبوه اهل السماء ويضع له القبول في الارض. نعم. انا يا فضيله الشيخ كل ما بشوفك ببقى مبسوط جدا. الله يجعلنا وياك من الصالحين يا رب، يا رب يجعلنا وياك والسماوات والسماوات من الصالحين. مبسوطين جدا. تمام. فانا ابشرك ان حضرتك من اهل الحديث باذن الله. يا ربي جعلنا وياك من اهل الفردوس والسامعين والسامعات يا رب، يا ربي من فضلك. رب. ليس بأعمالنا عملنا لا تبلغنا يا ربي جناتك. اللهم امين. ولكنك اكرم. الله يبارك فيك. الف شكر. جزاك الله كل خير. واياكم الله يحفظكم. مرحبا يا اخي مصطفى الشريحي، جعلك الله مباركا اينما كنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف الحال؟ اتفضل. الحمد لله بخير. بارك الله عمرك وعملك وجزاك الله. ولك بمثل حضرتك. ولك بمثل. شيخنا سؤال بعد إذن حضرتك. الإمام الراتب يصلي بالناس كل يوم، وبعد الصلاة الجهرية الفجر والمغرب والعشاء، وأحيانا بيكون في شغله ويروح للعمل، فمسألة إن هو كل صلاة من الصلوات الثلاث يوميا ان هو يقرأ القرآن بيكون في حيرة. طب اقرأ ايه؟ طب اصلي ايه؟ فبيقرأ بترتيب المصحف حتى يتخلص. شوف انت اسلوبك ساحر، اسلوبك ساحر، يعني ان من البيان لسحرا، ان من البيان لسحرا. انت تريد ان تصل الى شيء ليس وفق السنة. الائمة يستلمون الناس، واحد يستلم الناس يقرأ في الفجر اليوم من البقرة، في المغرب يتمم ما قرأ، في العشاء يتمم ما قرأ، ويستمر في هذا ستة أشهر حتى يقول ختمت. هل هذا هدي محمد؟ اختصارا أنت تلتمس له التعليل ولكن وتقول له اكتب مش عارف يقرأ، يقرأ قل الله أحد يا أخي، يقرأ الشمس. هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ لا تنظر لهم، الله يستر عليك. نظر لسنة رسول الله. انا اللي واقع في الامر. ما انت اللي واقع في الامر، وضح. انا اسالك سؤال، هل صنيعك هذا وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم او احد الصحابة؟ لا خلاص. ولكن انا عللت لاحد الاخوة لما قال لي ذلك قبل، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن منجما ولم يكتمل الا في اخر حياته، وان اغلب يعني كان كثير من الصحابه ما كانوش حافظين القران كله. الراي ليل والحديث نهار، الزم هدي محمد واتبعه. والسلام عليكم. فاهم يا عبد الرحمن؟ صح صح معانا، الله يرضى عليك. دع النوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الحمد لله انا بخير من فضل الله. الله تكون بخير وفي اتم الصحه والعافيه يا رب واياك والمسلمين والمسلمات. عندي سؤال كده عزيز حضرتك. عندي او عندي، ايهما صح؟ عندي. عندي. جزاك الله خير. ما عند الله ينفذ ولا ما عند الله ينفذ؟ وما عندكم ما عندكم ينفذ. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وما عند الله باق، وما عند اي عند ماشي. جزاك الله خير. واياك تفضل. بعد حضرتك يا مولانا، بالنسبة لإجابة الله عز وجل دعوات المضطرين. أيوه. لو أنا شخص مثلا وقعت في بلاء ليس لي فيه يد، يعني قدره الله عز وجل علي. طيب. ودعيت ربنا سبحانه وتعالى وأنا في موقف اضطرار. وفي موقف تاني أنا وقعت في هذا البلاء أو هذه المشكلة بكسب يدي. طيب. يعني بصفة سيئة فيا، بنسيان، بجهل، بغفلة، بأي صفة كانت وقعت في المشكلة ديت، هل هنا أنا لو دعيت ربنا برضه في الموقف الصعب عليا ده وأنا المتسبب فيه أكون برضه في موقف المضطر؟ إن شاء الله. صح. ولا لازم تكون حاجة ربنا اللي قدرها عليا بدون كسب؟ لا لا، كل شيء. يعني أنا أذنبت، الله يعافينا وإياك، وجاءتني عقوبة بسبب ذنبي. فقلت يا رب اصرف عني، تبت اليك يا رب، اكشف عني الضر. سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم ادلل علي على المساله هذه، جلس يتفقد الصافنات الجياد، الخيول المعده للحرب، البهيه الجميله السريعه جدا،
أجود أنواع الخيول. أعجب بالخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس، مشكلة كبيرة جدا. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وبعدها قال إيه؟ قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سبحان الله. يعني قال ربي اغفر لي، وسأل سؤالا عظيما جدا حتى لا يأس المذنبون. ربي اغفر لي، سأل المغفرة وطلب أعظم شيء في الدنيا من متاع الدنيا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني استجيبت دعوته أم لم تستجب؟ استجيبت أم لم تستجب؟ استجيبت. فيعني الواحد إذا أذنب وحل عليه عقاب من الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. مش معنى أن أنا أذنبت ونزل بي العقاب أن أنا أيأس، أبدا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم رب عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا قال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء، أي لا يأس من رحمتي. وأقول لك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الكليم الكريم النبي من أولي العزم والرسل قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ماذا صنع؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اليوم الثاني فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أراد أن يقتل أيضا مرة ثانية أو يضرب مرة ثانية، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ مع هذا كله طبعا الملاحقات بدأت تلاحق موسى، المطاردات بدأت تلاحق موسى عليه الصلاة والسلام، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين، توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ساق لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نصوص لا تيأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ، ممكن سؤال؟ اتفضل. الله يبارك فيك، ما هو الدليل على أن الله تعالى قد يتباكى متكلما في الدين؟ ما الدليل على أن الله تعالى قد يتباكى متكلما في دينه؟ قد إيه؟ ما هو الدليل على أن الله تعالى قد يتباكى متكلما في دينه مبلغا له؟ قد ارتضاني؟ أيوه. ومن الذي أدرك أنه ارتضاك وارتضاني؟ احنا أمرنا بالتبليغ، نحن أمرنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والرسول قال بلغه عني ولو آية، والله قال في الكتاب العزيز لي ولك ولغيرنا. اسمع كلم، اسمع اتكلم، انت سألت. نعم. لا تلقي شبها على الناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا أكمل الآية، أنا ومن اتبعني. وأنت من أتباع محمد ولا لا؟ الحمد لله. واحد قال لك واحد لا يصلي، قلت له صلي. واحد سألك الظهر كم ركعة، قلت له 4 ركعات. تتكلم أو تسكت؟ نعم. تتكلم بالله بما لك به علم. بس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بإذن حضرتك يا شيخ، أنا ليا أختي الكبيرة كانت مستلفة مني مبلغ كبير، وحلفت إنها ما هتاخد مني أي فلوس تاني لغاية ما ابنها ربنا يكرمه ويشتغل ويسد الفلوس، بس هي حالتها متعثرة وأنا عندي فلوس في البنك، الفوائد بتاعتها بطلعها لله، ممكن أديها الفلوس دي بعرفوها إن دي فوائد بنك عشان ما تعتبرهاش دين؟ لا 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 لا، ما اديهاش فوائد البنك، تبتعد عنها انت واقربائك. هي
هي أختي الكبيرة يعني ليها زوجها يعني بس ظروفه صعبة. لا تعطي الفوائد البنكية لذويك، سترجع إليك منها وجاهة. الله يسلمك. لا أنا ما كنتش هقول لها إن هي كدين أو وجاهة أو كده، كنت عارفها إنها فوائد عشان كده. والله يا أختي أطعميها من الطيب الحلال، بارك الله فيك. الحمد لله. بارك الله فيك يا أخت أمل بنت بدير، وفقك الله يا شيخ مصطفى. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا بالله عليك يعني طول بال حضرتك عليك. طب خليني معك كده، خليك معي. الأخ ويني بك يسأل عن جلسة الشروق، إذا كنت تقصد عمرة تامة 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 لا يصح. تفضل واصل يا حبيبي سؤالك. مولانا تفضل أنت سل. الله يبارك فيك. انا جالي شقه مولانا، لو كنت بكلم حضرتك عن التمويل العقاري. طيب. هو باختياري ان انا ممكن اسيبها بس عشان ما اندمش في يوم من الايام، هو اجباري ان هم محولينا على البنك، اما انا باختياري. يا حبيبي عقود الشركه فيها بنود ربويه، راجعها وانت ستعلم. ايوه اعلم، يعني انا الان انا في الصراحه اسحب فلوسي كلها بس عشان ما اجيش في يوم من الايام في العمر اندم لان ما عادش هيعطوني مدى الحياه. هي مولانا فتره حضرتك انا هعمل بيها خلاص. هل سؤالي هل انت مضطر؟ لا انا عايش بالايجار ما يهمنيش عادي. خلاص اتحمل وابتعد عن الربا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، امك ربنا يوسع عليك من اوسع الابواب وتشتري بدل الشقه شقتين. اسعى يا مولانا الصبح ان شاء الله اسحب فلوسي، ادعي لي ادعي لي. الله يبارك فيك. الاخت ده هل يا اسمها ايه؟ داليا ولا ده هل يا ننصحه ان تغطي وجهها او تخلق صوره اخرى افضل، يعني لا يلزم ان تكون كاشفه الوجه، فتنه للناس. انصحك، انا اعرف انك من اوروبا ومن فرنسا، والاولى لك التستر افضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا انا بطلع زكاه على الذهب اللي عندي، وكان عندي مصدر دخل فكنت بقدر احوش منه واطلع فلوس الزكاه. دلوقتي مصدر الدخل ده عندي مش موجود، فهل يجوز ان زوجي يطلع من ماله الخاص مقدار الزكاه ده عني؟ برضا نفسي لا باس. طيب سؤال تاني معلش، انا عندي ابني عنده 14 سنه من ذوي الاحتياجات الخاصه، عنده اعاقه ذهنيه بسيطه، فكنت عايز اسال عن بس التكليف بالنسبه لي، يعني هو قرب على البلوغ، هو عمره العقلي اقل من عمره الفعلي مثلا 6 سنوات، يعني ممكن نعتبره اكنه طفل عنده 8 سنوات او 9 سنوات. هل لما يبلغ البلوغ الفعلي هل يعتبر كده مكلف ولا على حسب الادراك بتاعه؟ والله يا اختي الكريمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حصله ما يصح لشواهده، ان القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. تمام. الله يكرمك. تقول زوجي بيني وبينه مشاكل حتى اصبحت اكره رؤيته ولا اطيق نفسيا التواجد معه، هل من حقي طلب الطلاق؟ انظري هل هو طلاق للضرر او خلع؟ اذا كان طلاق للضرر يثبت الضرر، اذا كان خلعا يجوز لك ان تختلعي. ما ان الصبر افضل واولى لقوله تعالى والصلح خير. لا طلاق يسعد الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عرش ابليس على الماء، وان يرسل السرايا فيفتنون الناس فاعظمهم عنده اعظمهم فتنه، فياتي احدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، ياتي احد فيقول ما تركت حتى طلق زوجته فيلتزمه ويقول انت. اما الحديثان الاخران في الباب فضعيفان، ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه لا يصح، المختلات هن المنافقات اشد ضعفا والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. بالنسبه لشغل الاسعاف. شغل الاسعاف ماله؟ لو صلاة الجمعه. اذا كنت مسافرا تسقط عنك الجمعه. لست مسافر يعني انا اعمل بالاسعاف يعني. ايوه لك صلاه جمعه يعني انت تعمل في الاسعاف ممكن في وقت فراغ وانت غير مسافر، صلي الجمعه. حتى وانا موجود في النقطه بتاعت الاسعاف. حتى انا موجود في النقطه والاسعاف يعني بامكانك ان تصلي وانت واضع الهاتف امامك الحالات الحرجه. لا في جهاز خاص اللي هو اللاسلكي يعني. خلاص انت مكلف بالجمعه الا اذا كنت مسافرا سقطت عنك او جات لك ضروره، غير كده لا. تمام
تمام شكرا. يعني انا معلش كده ليا صلاه الجمعه ان شاء الله. الله يكرمك. تصوير الخاطب مع المخطوبه لا تفعلي بالفوتوغرافي الله يحفظك، تصوير بموبايلي يعني فيها بس لا تزعلي ناسا يطلعون علي على صورتك وصوره العريس معك. لا تنشر صورتك للرجال ينظرون اليها. بقول لها لبسك الدبله من غير ما المسك ازاي يعني؟ ممكن يلبسك الدبله ويلبس كيس ماشي للضروره، عريس ولا مين مش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. اسال حضرتك في صحه حديث لقمه عيش في بطن جائع خير من بناء الف مسجد. لا يصح. طيب في حديث ثاني اللي هو هذه خرافات اللي بتتكلم فيها دي. نعم خرافات مش احاديث صحيحه يعني. لا لا تفضل. طيب طب حديث ان هو من مات ليلة الجمعة من مات يوم الجمعة ولالته عفي من فتنة القبر، هل ده حديث صحيح؟ ضعيف. ضعيف برضه؟ نعم ضعيف. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. بهذا القدر أستاذي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض واجعلنا نورا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرجعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع
وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفرج كروبنا وكروب المسلمين، وفك أسار المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا فاطر السماوات والأرض، تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.